اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناه ساعه مع حنا، قناه خصصناها بالكامل لعالم الجريمة، لكن بنقدم النصيحه، بنقدم العظه، واهم درس بنحرص عليه ان احنا لازم نتعلم من اخطائنا. قضيه النهارده فيها درس مهم جدا لازم نستوعبه ولازم نتعلم. ايه الموضوع؟ الحادثه دي حصلت في قريه اسمها كفر الحصر، اسمها كده قريه كفر الحصر، مركز الزقازيق محافظه الشرقيه. مدرس عنده 46 سنة. مدرس في التربية والتعليم، مدرس سنة. مدرس السنة ومرة واحدة اختفى. اختفى ما حدش عرف له عنوان. راح المدرسة يسألوا عنه ما حدش شافه. راح عند قرايبه وسألوا في كل مكان عند أصحابه ما حدش شاف الأستاذ محمد جمال. الشاب اسمه محمد جمال اللي عنده 45 46 سنة. راح فين الأستاذ محمد جمال؟ ما حدش يعرف. طب حد زعله وهو صغير ل 46 سنة. قعد يدوروا عليه شمال يمين مع مدير المدرسه مع زمايله المدرسين اختفى. لقيت ما مره واحد قريبهم شغال في مستشفى اسمها مستشفى الاحرار التعليم. قال لهم تعالوا في جثه بتاعه ابنكم تعالوا استلموها، هي جثه محمد جمال. راحوا هناك ابوه وامه واخواته كلهم قالوا ايوه هو، ما عدا اخته واحده بس قالت لا مش هو ده اخوه. يا بنت الحلال يهديكي يرضيكي، قالت لا مش اخويا، انا عارفه اخويا. أمه قالت لها هو، والأب قال هو، والإخوات كلهم قالوا هو، إلا أخته واحدة بس. فضلت تقول لا مش هو ده أخويا، ولا أصدق إن دي جثة أخويا، ولا ده شكل أخويا. طبعًا بعد النيابة ما عطى التصريح بالدفن وخلاص خدوا المعلومات وخدوا التحليل الديني بتاعه وخدوا كل حاجة، لأن دي جريمة. شاب مقتول ومحدش عارف هو مين، لغاية ما واحد من مستشفى الأحرار التعليمي يقرب لأسرة الشاب وهو عارف إنه أهله عاملين بلاغ بالتغيب، فقال لهم في جثمان تعالوا شوفوا هو ابنكم ولا مش ابنكم. الام قالت ابني، الاب قال ابني، الاخوات قالوا اخونا، ما عدا البنت بس قالت مش هو. طبعا النيابه امر بتسليم الجثمان لاهله وعملوا فعلا دفنوه في مقابر الاسره وعملوا السرادق وتقبلوا العزاء، ومدرس 46 سنه ميت الموته دي خلاص خلص، رغم ان هو ما كانش ليه اعداء ولا كان ليه اي خصومه مع اي حد. طب مين اللي قتله؟ ما حدش يعرف. طب مين اللي عمل فيه كده؟ محدش يعرف. والاب مسكين والام مسكينه، ابنهم الكبير وتم دفنه خلص. خلص الموضوع على كده. مجموعه من شباب قريه الحصر، كفر الحصر، مركز الزقازيق، محافظه الشرقيه، وهم ماشيين رايحين فرح، فوجئوا ان في شاب قاعد دقنه طويله، لبس ملابس رسه منقذره وبتاع، مين ده؟ فواحد قال لهم الراجل ده شكله مش غريب عليا. الراجل ده كان مدرس وكان بيدرسني. ده مدرس؟ قال لهم والله العظيم انا اعرفه من 100 كنا بنحبه جدا. ده المدرس بتاعي. المدرس ده على فكره كنا بناخد عنده درس من كفر اسمه كفر الحصر. يا راجل كان غير ده؟ قال والله زي ما بقول لك انا اعرفه من 1000 واحد، ده هو ده المدرس اللي بتروح عنده البيت تاخد درس. قالوا يا اخي طب اتصل باهله. قال له انا هروح للبيت. فعلا راح الواد البيت بعد كام؟ بعد 7 اشهر. بعد 7 اشهر من دفن من المواد كان بيقول ده. قال لهم على فكره الاستاذ محمد جمال انا شفته مربي دقنه ولابس لبس ومش نظيف خالص. قالوا يا ابني ده مات ودفناه من 7 شهور. قال لهم لا يمكن، انا شايف الاستاذ محمد جمال، انا مش عم ده كان بيديني كنت باخد عنده درس. لا يمكن. اخته بقى اللي هي ادى، قلت لكم مش هو، والله اللي دفناه ما هو اخويا محمد. فين اخويا؟ يا بنت تعالي يا بنت بيضحكوا عليك، البيت يجري مطرح ما قولها. راحت لقت اخوها فعلا جات له، ممكن نقول جات له جاله فقدان ذاكره، ممكن بيعاني من حاله نفسيه، اي سبب من الاسباب. فعلا راحت لدته هو، راحت على طول متصله بالاسعاف، خدوه ورجع البيت، وكانت مفاجاه للاسره. طب مين اللي اتدفن؟ ومين مصلحته انه يسلم الجثمان علشان لناس عشان يستلموها والموضوع يخلص؟ ده الموضوع اللي بنقول عليه يا جماعه. الاب والام، معقول في اب وام ما يعرفوش يتعرفوا على جثه ابنهم؟ هل معقول ان واحد يموت واهله ما يعرفوش كان هو ده ابنهم ولا لا ويستلموه، والام تتعرف عليه والاب يتعرف عليه واخواته يتعرفوا عليه ما استثناءه بنت واحده بس قالت مش هو، ويستلموا الجثه ويغسلوه ويكفنوه، كل ده ما يعرفوش، ويدفنوه في مقابر القريه بتاعتهم، كل ده ما حدش يعرفه، كل ده اكد ان هو محمد جمال، ما فيش غير اخت واحده بس حتى ما رضتش تستقبل العزاء وقالت مش هو ده اخوه. احيانا يا جماعه بعض الاباء والامهات حرصهم انهم يدفنوا ابنهم
يعني بالظبط زي ما واحد ايه مضروب بطلقتين او بطلقه. الطب الشرعي والنيابه تقوم بتشرح الجثه يقول لك لا مش عايزينه يتشرح، اخويا ما حدش يشرح. يا سيدي ده اجراء قانون. يقول لك لا ما يتشرحش. طب ما احنا عايزين نعرف الطلقه من عيار كام؟ من مسافه قد ايه؟ كل الحاجات الطب الشرعي محتاجه. زي بالظبط اللي بيموت له غريب. السمك احيانا بياكل اطرافه، السمك احيانا الميه نفسها بتغير ملامح. بيبقى الاب والام يقول لك انا عايز جثه ابني ادفنه، اكرام الميت دفنه، عايزين اي جثه يدفنوها عشان يريحوا ضميرهم. في ناس يقول لك ده ان شاء الله حتى يطلع لي ايدي ولا رجلي، بس ادفنه واعرف ان ابني هو ده، ما سيبوش كده في البحر. فاحيانا الاب والام يقول لك ايه؟ ابني غايب بقاله 7 شهور، يكون هو ده هو ده عشان تطمن، ما يقعدوش يلفوا ويقعد يدوروا عليه. واحد في المستشفى ولا حد تعبان قال لهم ده شكل ابنه. الام هو والاب هو والاخوات هو. عشان يستريحوا من الجلد اللي هم فيه، بيلفوا ويروحوا المشايخ ويروحوا الجثث ويروحوا عند مش عارف ايه، يقول لك المندلي يكشف المندل وده وده، ابنكم في اسكندريه، ابنكم في مطروح، ابنكم في شمال سيناء، ابنكم ما راح ما اعرفش ايه، ده واحده ضحكت عليه، ده واحده خدته. كله ده خلى الناس ما صدقوا لقوا جثه وجاله هو. خدوه ودفنوه عشان يستريح. لكن سبحان الله يطلع عند المدرس عانى من مرض، ممكن يكون فقد ذاكرة مؤقت، ممكن يكون عنده حالة نفسية، لقوه زي المتسولين، واحد بس طالب من طلابه هو اللي عرفه. ولازم نشيد ان الولد فعلا ممتاز، ان شكل المدرس حتى لما اشوف صورته مش ممكن، زعامل زي المشعوذين، زي الجماعة اللي فيه اللي بنشوفهم اللي هم المخابير دول او المجانين، انه يعرفوا ان ده المدرس بتاعه اللي كان بيديله في ثانوي، ده غريبة جدا. فعلا طلع ان هو، وفعلا اهله كانوا فرحانين جدا. لكن السؤال بقى مين جثه مين اللي اتدفنت؟ جثه مين؟ ما دي مشكله تاني. هيضطر مستخدم الجثه من تاني ويبتدي نعيد من تاني عشان نتوصل لنا، لان القضيه اتقفل، جثمان واهله استلموه. لكن دلوقتي في الجثمان ده اصبح دلوقتي ليه؟ ليه اهل بيدوروا عليه؟ طب مين هم اهله؟ مين هم؟ اهل الجثه دي راحوا فين؟ هنبتدي من تاني، تحريات من تاني، ونبتدي من تاني لازم الوصول الى اهلية هذا الشاب اللي تم دفنه في مقابر مش في مقابر اهله، ولا حد يعرف عنه حاجة، ولا حد يعرف اين اختفى، وازاي اصلا وصل للناس دي ان هم يدفنوه، وازاي الاب والام والاخوات ما قدروش يتوصلوا ان ده مش ابنهم. دي قضية حصلت في قرية كفر الحصر مركز الزقازيق محافظة الشرقية، واللي اثارت الرأي العام، لان هناك لما يتم الدفن وبعد كده يتم استخراج الجثه بتعمل بلبله كبيره. طبعا احنا بنقول بقى يا جماعه المدرس ده المفروض يرضع لعنايه طبيه كامله، نعرف هو راح فين في ال7 اشهر دول، ايه اللي حصل له، لان ده برضه موضوع برضه لازم ننتبه منه. لما يكون شاب وهو مدرس ويحصل له كده، اكيد في ظروف دفعته كده، وازاي ما يرجعش بيته، وايه اللي يخليه يتسول في الشارع، وايه اللي يخليه بالشكل ده. طب فين ملابسه اللي كان لابسها؟ هم لهم جلابيه، طب فين قميصه وبنطلون؟ فين الحاجات اللي هو كان جايبها طالبها من المدرسه؟ كل دي المواضيع دي مسار استهجان واستغراب في كفر الحصر مركز الزقازيق. لكن احنا بنقول يا جماعه لازم نتعلم، ما حدش يستلم جثه غير لما يكون متيقن بنسبه 100% ان دي جثه حد يخصه، ابنه، اخوه، بنته، اخته. ما ينفعش نروح المستشفى واول ما يقول له طب الام ازاي ما عرفتش من قلبها كده ان دي مش ابنها؟ والاب ازاي يقول عليه ابني وهو مش ابنه؟ ما هو انتوا يا جماعه كده دفنتوا واحد ليه اب وام زمانهم دول محروقين الجلب عليه، بيدوروا عليه مش لاقيين، وانتوا واخدين الجثمان ودفنين. فده يا جماعه المفترض، ودي على فكره من القضايا اللي بتسبب مشاكل كتيره جدا حتى في اجراءات البحث، لما جثمان واحد يتم دفنه من خلال اهله وفي الاخر يطلع له مش اهله. يعني الشرطه دلوقتي ابتدت تستخرج الجثه بعد 7 شهور مجرد ايه؟ عظام. يعني لو كان سابوه في المستشفى في الثلاجه كان هيفضل لغايه ما نستدل على اهله الحقيقيين، لكن المره دي فين اهله الحقيقيين؟ طب اهله الحقيقيين هيتعرفوا عليه ازاي؟ يبقى كان وجوده في ثلاجه المستشفى مهم جدا للحفاظ على شكله وهيئته لغايه اهله ما يجي يتعرفوا عليه. لكن بالشكل كده احنا ساهمنا ان اهله صعب جدا يوصلوه، لان كده الجثه خلاص مجرد عظام دلوقتي. يا جماعه ده من الحاجات المهمه جدا. احنا طبعا بنبارك للاسره ان ابنها المدرس رجع لهم من تاني، لكن لازم كان شويه عنايه وشويه اهتمام، ولازم يا جماعه نعرف ان المواضيع اللي زي دي ممكن تضيع حقوق ناس وتخلي للاسف الدوله ما توصلش الى اهليه واحد ممكن يكون مقتول في قضيه طارئ وخلافه.
ولله الامر من قبل وبعد. اشكركم.